السلام عليكم، الصوت واضح؟ السلام عليكم. ما شاء الله، مين هذول الاثنين تدخلوا سريع سريع؟ يلا ننتظر بس دقيقتين ثلاثة. وعليكم السلام. دقيقتين ثلاثة إن شاء الله ونبدأ. شو بخلي باقي زملائكم يدخلوا؟ الايميل والبريد الالكتروني، الموقع الالكتروني، او عفوا الموقع الالكتروني والبريد الالكتروني او الايميل، بيجيك بيحط لك مثلا، بيقول لك مثلا بليز كان يو سند ذا مثلا ذا ديتيلز فور ماي ايميل. بيقوم بيساله الثاني واتس يور ايميل، بيقوم بيقول له اتس، وبتحط خيارات الايميل. الايميل لازم يكون كلمة بعدين علامة الات، @hotmail.com، @mba.com، كذا. بينما الموقع العادي بيجي www، موقع الكتروني، دوت بعدين كلام دوت كوم. ما في، اذا حط لك مثلا www دوت وحط اشارة الات بالنص، هذا غلط، هذا لا هو ايميل ولا هو موقع الكتروني، فانتبهوا يعني. خلي بس على بين ما اسوي ريستارت للكمبيوتر، لانه شايفه معلق شوي. خليه بيكونوا دخلوا باقي الزملاء والزميلات. يا وجه الله، المراجع حق اليوم هذا الملف، هذا لا المراجع مو المراجع المراجع حق اليوم راح تكون من بنك الأسئلة. بس أول حابب أوضح كم شغلة بالنسبة للعناصر المهمة، اللي هو الموجزين اللي نزلهم الأستاذ عبد الله السيف، اللي بيخصوا الوحدات 1 2 3 والوحدات 4 5 6، اللي هو الشاشة عليه قدام، اللي هو المفتوح الشاشة عليه الحين قدامكم. بس حابب أوضح كم شغلة بس، بعدين بننتقل إن شاء الله للبنك الأسئلة. المشكلة بدي انشر الرابط اللابتوب.
المراجعة حقت اليوم بتكون في بنك الأسئلة، من بنك الأسئلة. بس الآن لين إن شاء الله تصير الساعة 9:30، عفوا الساعة 10 نرجع لبنك الأسئلة. بس الحين عندي كم نقطة حابب أوضح لكم إياها بخصوص الموجزين اللي نزلهم الأستاذ عبد الله السيف. أخيرا فتح. لحظات إن شاء الله، لحظات وبنبدأ شويات. بس الجهاز عندي اللابتوب شوي معلق، فبدي انشر الرابط، فلحظة شوي. لا لا باقي ما بدينا. لا لا أنا ساكت، أنا ساكت لسه ما تكلمت. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المراجعة اللي راح نبدأها اليوم هي يعني ما موصد يعني لسه ما بدينا بالمراجعة الفعلية، بس في كم شغلة حابب أوضحها بالنسبة ل اللي هي موجز الوحدات، لأنه في كتير ناس عم بيسألوا شو ندرس وشو ندرس ومن وين ندرس وإيش راح نسوي. في الأستاذ عبد الله السيف الله يجزاه خير مشكور نزلنا موجزين، أول موجز بخص الوحدات 1 2 3، تاني موجز بخص الوحدات 4 5 و6. طيب في ناس عم بيسألوا كتير ايش نسوي بالكلمات، ايش نسوي بالعبارات بالمحادثات، ايش نحفظ ايش ما نحفظ. طبعا القواعد شرحت لكم اياها كلياتها من اولها لاخرها، بس بالنسبة للفوكابلوري اللي هي الكلمات والاكسبريشن اكسبريشنز والديفينيشنز اللي هي التعريفات والعبارات والكلمات الفوكابلوري، التعريفات ارسلت لكم بالقناة والجروب عبارة عن 3 اشياء، المهن، وفي مجموعة كلمات اللي هي على تارجت وما تارجت، وهدول 6 كلمات بالإضافة ل 12 مهنة أخرى. المهن والأقسام في إلى صفحة أرسلت لكم إياها، تعتمد على حفظك أنت. ونفس الشيء المهن الثانية اللي هي ال 12 مهنة اللي هو الطباخ والمهندس والشيف والصحفي وما صحفي وغيره، هدول كمان تعتمد على حفظك وحفظك. في بالنسبة ل اللي هو الكلمات اللي في يمكن في اللقاء في الوحدة الخامسة أو الرابعة اللي هي advertising campaign و aim وهي أشياء، هاي في إلها كمان نزلت لكم إلى بوست بالقناة وبالجروبات تحسنوا تطلعوا عليه كيف تربط الكلمات ببعض. هاي بالنسبة للتعريفات. بالنسبة للعبارات اللي هو مثلا مثل
pleased أو nice to meet you وكلمة where are you from what do you where do you live هي كلها تعتمد على المحادثات الموجودة جوا المنهاج. يعني أنت مثلا بالمنهاج روح مسوك المحادثات وبدأ فيهم من الوحدة الأولى وأنت ماشي مسوك الوحدة الأولى وحدد pleased to meet you شوف الجملة اللي تجي فيها كيف شوف الجملة اللي تجي فيها كيف ممكن تجي. ونفس الشيء where are you from طبعا هاي where are you from جوابها مبارح جاوبناكم عليها انه لازم يكون دولة where do you live وين بتعيش what company do you work for who are you with هاي كلها يعني شغلات موجودة ضمن المحادثات انت فقط دور عليها في التفريغ وحددها. نجي للكلمات كيف ممكن تجي الاسئلة على الكلمات مثل accountant designer engineer exchange business cards وهي الاشياء وخلافهم الكلمات. طبعا كيف ممكن تجي كلمة سؤال على accountant بيجي بيقول لك فراغ work in مثلا finance department مين اللي بيشتغل بالfinance department اللي هو accountant. مثلا designer نفس الشيء ممكن تجيك I am an engineer designer نفس الشيء مثلا what are you doing what are you work أو what do you do بيقولوا I am an engineer. كل هاي الكلمات يعني أسئلة مباشرة عليها أهم شيء تكون حافظ معنى الكلمة لأنه الإنجليزي أو منهاجنا عموما بيعتمد 50% على أنك تحفظ معنى الكلمة حفظ و 50% على أنك تفهم إيش المطلوب منك. هذا بالنسبة لموجز الوحدات اللي لازم تركزوا عليها. مثلا هاي المهن هدول صفحة 24 market research introduce something trial test target advertising campaign endorse something هاي الست واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة هدول الست كلمات نزلت لكم عليها شو اسمه ربط كيف تربط الكلمة ببعضها. مثلا market research بتربطها ب ask people question introduce something اللي هي endorse something trial test تربطها بكلمة try target تربطها بكلمة aim أو direct advertising campaign تربطها بكلمة commercials endorse something اللي هي support تربطها بكلمة support. هذه يلي عم بيسأل يا بلقيس تسألي أي صفحة وين أرسلناها هاي في الجروب وفي القناة هاي الموجز حق الأستاذ عبد الله السيف هذا الموجزين اللي نزلهم الأستاذ السيف. يعني المهن راح يجي عليها أقل شيء سؤالين أو ثلاثة في عندك كمان القواعد أقل شيء راح يجيك عليها 15 سؤال 10 أسئلة تقريبا 10 أسئلة راح تجيك على القواعد تقريبا بين الماضي البسيط المضارع البسيط المستقبل قاعدة A و AN قاعدة WH question قاعدة Yes No question Always or Never Next to Across from هاي القواعد كلها راح يجيك أقل شيء راح يجيك عليها من 10 ل 12 سؤال من أصل 40 سؤال. القواعد يعني كتار مزبوط هن 11 قاعدة بس شو بدنا نسوي الشكر لله هذا منهجنا يعني نحمد ربنا الحمد لله هذا منهجنا. الأستاذ عبد الله السيف مبسط علينا في الدكتور الأبل الأديب كان عاطيهم كتاب كامل للقواعد وكان طالب منهم الكتاب كامل فنحمد ربنا الحمد لله وصفت على هيك نحمد الله جات على ما نتمنى جات على هيك وصفيت على هذا الشيء. طيب قبل ما نبدأ بالبنك حق الأسئلة حابب نبدأ بالأسئلة اللي أعطانا إياها الأستاذ عبد الله السيف. الأستاذ عبد الله السيف نزل تقريبا 24 سؤال شاملة يعني عم بيدلك على طريقة السؤال كيف تجي بالاختبارات. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ المراجعة. عم بيقول لك choose the correct answer. أول سؤال how are you today. طبعا هذا السؤال عم بيسألك بين شغلتين بين introduce something بين introduce أو greeting وال WH question. عم بيقول لك how are you today. طيب نشوف الأجوبة صح الجواب قدامنا صح الجواب قدامنا موجود ولكن نحن نحلل الإجابات الثانية. هو عم بيسأل كيف حالك اليوم. الاختيارات اللي قدامي اول اختيار A I am a sales manager انا مدير المبيعات
يعني نوعا ما غير منطقي، يعني بيقول لك كيف حالك، تقول له انا مدير مبيعات، انتقل الاجابه سي بيقول لك اي ورك فور سامسونج، هو ما سالك انت وين تشتغل او عند مين تشتغل مشان تقول له انا عم بشتغل عند سامسونج، عم بيسالك كيف حالك. بعد السؤال عم بيقول لك اي ام ان ماي اوفيس، انا بمكتبي. كمان هو ما سالك وير ار يو، عم بيسالك هاو ار يو توداي. اذا الاجابه الصحيحه اي ام فاين. ننتقل للسؤال اللي بعده نمبر 2، اي ام اونلي نيد فراغ ابلز. طبعا بما انه شفت كلمة ابلز مباشرة بيروح لبالي معدود وغير معدود، قاعدة ايه وان، حرف ساكن وحرف متحرك. خلاص نحن بنشوف الكلمة اللي بعد الفراغ ابلز. ابلز هي كلمة مبدوءة بحرف علة ولكن مجموعة جمع. نحن قلنا انه الكلمات ايه وان نستخدمها فقط مع الكلمات المفردة المعدودة. مفرد معدود مندور، ما انه مفرد ما انه معدود منروح على باقي الاختيارات. بما انه الكلمة جمع مانا مفردة، مباشرة بستبعد A و I، بروح بدور بالاجابات. One في S، هو عم بيقول لك apples في S في جمع، يعني مباشرة استثنيت A و I. بعدين عم بيقول لي one ما بيجي معها one apples، هي one تفاحة، فمباشرة تروح تختار الاجابة two تفاحتين بسبب انه جمع. طيب هذا سؤال كمان بيوضح لك، السؤال الثالث بيوضح لك شيء بخصوص المهن كيف تجي الاسئلة عليها. He works in فراغ department. He helps with customers problems. تمام. هي عن المهن والاقسام هذا السؤال. طيب بدون ما نشوف الاجوبة، مين اللي بيساعد العملاء في مشاكلهم؟ مين؟ هل هو المحاسب مثلا مكتوب فاينانس ديبارتمنت، ولا هل هو الهيلب ديسك ادفايزر، ولا مين اللي بيشتغل، مين اللي بيشتغل بقسم شو اسمه في قسم مين اللي بيساعد العملاء في مشاكلهم؟ اللي هو الهيلب ديسك ادفايزر. وين بيشتغل الهيلب ديسك ادفايزر؟ بيشتغل بالكاستمر سيرفيس ديبارتمنت، هيك بيجي السؤال عليها. يعني اذا شفت كلمة ديبارتمنت وقبلها فراغ ما تروح تختار لي مهنة، روح اختار قطاع قسم. ونفس الشيء اذا شفت بعد الخيار مكتوب ديبارتمنت وعطيك القسم ومطلوب المهنة، ما بصير تروح تختار ديبارتمنت قسم، تروح تختار مهنة. السؤال اللي بعده 4، I didn't فراغ the head office of the company. اها شفنا كلمة I did not نفي، مباشرة أول ما بشوف نفي مباشرة السؤال الفعل بعد إيش؟ هلا أنغام، الفعل بعد النفي إيش بيجي؟ جاوبوني. تمام بالمصدر تمام يا ندى يا هلا. معدود مفرد ما في جمع، ايش كيف ما اعرف انه معدود مفرد؟ بالمصدر تمام عليكم، بالمصدر كله عم بيقول ايه مصدر بالمصدر من غير اس. لا ما دخلنا اس وما اس، لانه بالماضي ما منضيف اسات يا هلا، ما منضيف اسات بالماضي، نحن علينا نعرف انه بيجي بالمصدر the base form. مزبوط بالمصدر، ممتاز. بنروح بندور على الاجابات، وين الفعل اللي بالمصدر؟ اجابة A finding. نحن قلنا الاجابات في الزمن القواعد ال ing ما هي معانا خير شر، على طول نستثنيها. finds مضاف عليه s والجملة لازم فيها نفي، لازم يجي عليها فعل بالمصدر. بعدين اللي بعدها found اللي هو التصريف الثاني من find، اخر وحدة find هو الاختيار الصحيح. السؤال اللي بعده فيصل and سامي فراغ best friends. طبعا بيقول لك am و is و are ولا was. طبعا سامي وفيصل اثنين مثنى جمع يعني، ونفس الشيء عندي مكتوب friends عندي s جمع، اذا مباشرة بروح بختار، وما في دلالة ماضي عشان اختار was ولا where، إذا مباشرة بروح بختار R.
لأنه الإز بيجي معها المفرد والآن بيجي معها الآي، فقط الآر هي اللي بيجي معها جمع، مع الجمع المضارع أو الحاضر. السؤال اللي بعده نمبر 6 عم بيقول لك sales a sales representative، شو مهمته للسيلز ريبريزنتيف؟ بلانز او بلانز ذا بوس سكادجول، ولا فيزيت كاستمر فيزيتس كاستمرز اند ديمونستريت نيو برودكتس، ولا هيلبس وذ تكنيكال بروبلم، ولا مانج ذا كمباني ويب سايت؟ يا بلقيس، الفرق بين فايند وفاوند انه فايند هو الفعل الاساسي والفاوند هو التصريف الثاني من الفعل فايند اللي هو الماضي من فايند. فاوند فاوند تجي بالجملة اذا كان فيها دلالة زمن ماضي ومثبتة فقط. نرجع للسؤال تبعنا تبع السيلز ريبريزنتيف، هذا كمان نفس الشيء من الاشياء اللي واجب عليك حفظها، اللي هو لازم تعرف مهام مندوب المبيعات ايش. helps with customer sorry visits customers visits customers and demonstrates new products، وهي من مهامه. ننتقل للي بعده اللي قاعده اللي هي قاعده between و across from و down و next to. طبعا هذا سؤال عم بيقول لك my office is فراغ the elevator، وحاطط لك between و in و across from و stairs. طيب in ما هي معانا خير شر، او مو ما هي معانا خير شر؟ احنا in قلنا لثلاث استخدامات: شهور، سنوات، اجزاء الوقت في اليوم. اذا خطأ. between between تستخدم لل اذا كان في شيئين في مكانين، ونفس الشيء stairs يعني غلط سلالم، لان الاجابه الصحيحه across from. ممكن يجيك نفس هذا السؤال بالنص ولكن بيستبدل لك بدل across from بحط لك next to، اذا next to هي الصحيحه. السؤال اللي بعده بيتعلق ب اللي هو الجنسيات والنسب الى البلدان. عم بيقول لك Toyota is فراغ company، it's not Korean company. وفي عندي بالاختيارات Japan و China و from Korea و Japanese. طبعا الاختيار الصحيح اللي هو Japanese، لانه نحن قلنا اذا شفت company مباشرة تختار Korean، American، Japanese، Chinese، Saudi، Kuwaiti، واحدة من هدول. فما في بالاختيارات شيء صحيح إلا جابانيز. السؤال اللي بعده رقم 9 عم بيقول لك شي فراغ هير سيستر with her homework every day. ما ممتاز، شفت دلالة زمنية اللي هي every day، مباشرة شفت every day راح على بالي المضارع البسيط. المضارع البسيط له حالتين، إثبات ونفي. إذا الجملة إثبات بروح بشوف هل هو مفرد ولا جمع. إذا مفرد نضيف على الفعل إس، إذا جمع الفعل بنزل بدون إضافات. عندي الفاعل شي، شي هو ضمير المؤنث المفرد، إذا الفعل لازم يكون عليه إس. بروح بدور وين الفعل اللي مضاف عليه إس وبختاره اللي هو helps. ننتقل للسؤال اللي بعده 10 فراغ we فراغ the football match together tomorrow. مباشرة قلت لكم أنا بأسئلة القواعد مباشرة بتروح بتدور على الدلالة الزمنية اللي بتحدد لك زمن الجملة. في عندي دلالة زمنية هوني tomorrow يعني بكرة، مستقبل. بما أنه في مستقبل إيش يعني will، نستخدم will. سواء إذا كانت الجملة مثبتة بحط will وبعد الفعل بالمصدر، أو إذا كانت الجملة منفية بحط will not والفعل بالمصدر. طبعا هوني ما في إجابة صحيحة إلا will watch. watched غلط تتعلق بالماضي، watches غلط تتعلق بالمضارع، were watching تتعلق بالمضارع بالماضي المستمر. إذا خطأ يعني ال ing، أي شيء في ing ما هو معانا. بالنسبة للقواعد، لا يجيني واحد قادح بعد شوي ويقول لي في سؤال حق greeting
اللي جاء في الاختبار، انت تقول زي قبل شوي جاني واحد قاده، انت تقول المضارع المستمر ما يجي معاكم، واي شيء في اي ان جي احذفوه من الاختيارات. هذا بالنسبه للقواعد يا ابويا يا ماما، هذا ما يتعلق بقاعده المضارع المستمر او الماضي المستمر ما هي معانا. اي شيء في اي ان جي بيتعلق بالقواعد مباشره تستبعد الاجابه، ولكن كلمه greeting ما هي عباره عن مضارع بسيط، هي عباره عن كلمه اللي هي تحيه او يحيي او نحيي. هو يسال عن هذا الشيء ولا يسال عنها على قاعده مضارع مستمر. We are فراغ strange people by shaking hand. We are greeting strange people. نحن نحيي. هو طالب منك انك تفهم معنى الكلمة، وليس انك تقول لي هاي مضارع بس مستمر ولا ماضي مستمر. لحد هذول القادحين الله يرضى عليكم بس شوي هدوا ولا تدخلوا عرض. السؤال اللي بعده، the website manager is فراغ designing the company website. طيب هاي الكلمة مكتمل editor خطأ، work for خطأ، exchange خطأ. هاي من مهام اللي هو الويب سايت مانجر، اللي هو ديزاين كمباني بيجز ومانج كمباني ويب سايت. سؤال رقم 12 عم بيقول لك هاي هي shaking hands is one way of other people. يلا يا تبعوت الاي ان جي يا جماعة المضارع المستمر، يلا تعالوا. اي والله قادح وتنح. ليش اخترنا greeting؟ هذا هو السؤال اللي قبل شوي يجوني عليه، ليش greeting اخترناها مو لانه مضارع مستمر، greeting اخترناها اللي هي كلمة اللي هي الشيك من شيك اللي هي من جريت من جريت جريتينج اخترناها. السؤال اللي بعده 13 I always. خلاص بما انه شفت always مباشرة روح دور على never واختاره. بما انه شفت always بالسؤال مباشرة روح دور على never، والعكس بالعكس صحيح. السؤال اللي بعده I didn't go to school yesterday because I فراغ sick. في عندي دلالة زمن ماضي yesterday، وعندي didn't كمان دلالة ماضي. طيب شو الإجابة الصحيحة هون؟ am I am sick. شلون عم تقول I am sick وانت عم تحكي عن الماضي؟ السؤال رقم 14 وإز تجي مع هي وشي وإت، وير اللي هي الماضي مع وي ويو وذي. إذا الإجابة فقط الصحيحة اللي هي واز. طبعا ما بعرف الشاشة واضحة عندكم يا جماعة الخير، الشاشة واضحة عندكم ولا في شي مخبي على شي؟ اخترنا واز لأنه هي وشي وإت وآي بالزمن الماضي تاخد واز. طبعا هاي انتهينا من اول 12 سؤال. في الان السؤال رقم 15 عم بيقول لك all prices are reduced by 9.5%. 9.5 is written as 9.5%. كيف تنكتب؟ انا قلت لكم الفواصل تستخدم معاها او طريقة نطقها او كتابتها تبدأ من اليسار لليمين 9.5%. ترى بتدور على الصيغة الصحيحة 9.5% بتختارها. طبعا في هذا السؤال اللي في كتير منكم عم بيسألوا على كيف بميز بين الايميل وبميز بين الويب سايت. طبعا هذا سؤال على الايميل
عم بيقول له can you give me your فراغ please. عم قال له شور وعطاه الايميل تبعه، قال له it's abcd99@hotmail.com. طبعا من خلال الجواب اللي هو جاوبه نحن عرفنا انه عطاه ايميل. انتبهوا انتبهوا، لا حد يختار ميل، ميل ادرس، ايميل او اي بحط لك اي زي اختيار دي، هي ايميل ادرس. السؤال اللي بعده، students in Saudi Arabia do not go to schools فراغ Saturdays. اها Saturdays اسم يوم، Saturdays احنا قلنا شو بنستخدم مع الايام، ايام الاسبوع، in ولا at ولا on؟ طبعا on لانه الان هي خطا. in تستخدم مع ثلاث اشياء، قلت لكم تستخدم الان مع اجزاء الوقت في اليوم، in the evening in the morning in the afternoon، تستخدم مع السنوات ومع الايام. وطبعا at تستخدم مع الساعات وهي وليست موجوده، اذا فقط الصحيحه on، لانه الثانيه on، on هي يو ان، هذه ما ادري هل هو الامم المتحده ولا طحين بالتركي on ما ادري. السؤال اللي بعده عم بيقول لك indoor something means to indoor something، هي قلت لكم عليها كيف تربط الاشياء، قلت لكم اياها، بتقول give you give اللي هي give your support to it او to something. قلت لكم ان كلمه indoor something تربطها مع كلمه support، introduce it to customer اللي هو ايش هو اللي هو التعريف، ask people about it اللي هو research، aim or direct اللي هو شو اسمه اللي هو اللي هي aim تربطها مع او direct تربطها مع ايش، مع مع الهدف مع التارجت. السؤال عم بيقول لك a personal assistant شو بيسوي شو بيشتغل، من هاي من وظائف ال personal assistant، هاي من ضمن الوظائف اللي قلت لكم لازم تحفظوها، هل هو help passenger on the airplane بيساعد مين هو اللي بيساعد المسافرين على بالطيارة، اللي هو الflight attendant. بعدين عندك design houses اللي هو الarchitect، بعدين في عندك tell us the news اللي هو الجورناليست. هو البيرسونال اسيستنت هو اللي بيقول لك arrange appointment for the manager. وش نسوي يا سميحة؟ ما بيدنا نوقف الشات نقول له نسكتوا، يعني في 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 فرق، لانه بين بين البث عندي وبين الشات عندكم في فرق 10 ثواني او 12 ثانية، في فرق بيننا، مشان هيك عم بيصير بعض المرات هيك شوشرة بسيطة. يلا مو مشكلة، اهم شيء الفائدة العامة. السؤال اللي بعده 20، could we meet next week؟ yes monday it's fine with me. طبعا هذا السؤال عم بيسأل next week، عم بهوني في زمن. طيب وبما انه في بالجواب عم بيقول لك yes monday حدد يوم، اذا هو عم بيتكلم عن ايش؟ عن زمن، عم بيحدد موعد، الموعد بتعلق بالتايم. حاطط لي something، something يعني شيء ما، someone احد ما، somebody نفس الشيء احد ما، هو عم بيتحكى عم بيتكلم عن وقت، الوقت الكلمه الخاصه فيها اللي هي sometime. السؤال اللي بعده عم بيقول لك the exam will be on 13 of December. طبعا هاي الكاردينال نمبر والاوردينال نمبر، لازم تعرف كيف تقرا الرقم بالترتيبي. 13 هل هو 13 رقم 13 ولا هل هو 30 ولا هو 30th اللي هو الثلاثون ولا هل هو 13th اللي هو الثالث عشر؟ طبعا الصح اللي هو الثالث عشر اللي هو 13th. فرق، هو ممكن يلعب عليك في بعض الأشياء اللي هو الخامس عشر 15th و 50th، الرابع عشر والثالث عشر والسادس عشر، ممكن يجيب لك 60 و16 في الاختيارات، 50 و15 هيك بيجيب لك بالاختيارات، فانتبهوا.
السؤال اللي بعده تبع على قاعدة yes no question. Did the company open an international office this year؟ طبعا الاختيارات اللي قدامي نحن بنعرف انه بقاعدة yes no question. سألت بديد بجاوب بديد، سألت بدو بجاوب بدو، سألت بدز بجاوب بدز، سألت بويل بجاوب بويل. طبعا اول شيء مشان روح شوف الاجابات. اول شيء بروح بشوف الديد، مين الاجابات اللي فيها ديد؟ عندي الاجابه الاولى فيها ديد والاجابه الاخيره فيها ديد. اوكي، اذا مباشره بستبعد بي وسي. ليش؟ لانه سائل بديد لازم يكون في بالجواب ديد. استبعدنا بي وسي، ضل عندي اي ودي. اوكي، اي عم بيقول لي يس ات ديدنت، يس ات ديدنت ما بيجي طبعا هذا عطوه حظر، مونتاج ومونتاج وقنوات ومدري ايش طيروا. ايه اثبات ونفي بنفس الجملة ما بيجي yes it didn't، خطأ. اذا ما بيبقى عندي الا، طيب هو الاختيارات اللي حاط يا ياسر هو يا شوق، هو الاختيارات اللي حاططها قدامي هيك حاطط yes it didn't ويس اي ام ونو اي دزنت. انت ما عليك، ليش ما لنا شغل بالاستاذ ليش حط يس ولا نو؟ نحن علينا نحط الصيغه الصحيحه للجواب بس فقط، ما لنا شغل انه يس صح. ممكن تجي يس ادد وممكن تجي نو اددنت صح، ولكن نحن علينا ندور الاجابه الصحيحه فقط. شيء ثاني حابب انوه عليه بما يخص بالشيء الذي يخص بالشيء اللي بيخص هذا ال yes no question اللي هو الفاعل. مثلا لازم تحط الفاعل بصيغته الصحيحة في السؤال، لأنه حاطط مثلا it ممكن يحط لك no he didn't، no she didn't، no it didn't، no they didn't. حاطط لك كل الصيغ صحيحة ولكن وحدة فقط صحيحة اللي هي it، لأنه بالسؤال مكتوب the company. the company غير عاقل، وغير عاقل ضميره it. فلازم تنتبه على شيئين في قاعدة yes or no question، أنه إذا سأل بديد لازم يكون الجواب did أو do ولا does ولا will، لازم إذا سأل فيها الجواب يكون مثلها. تاني شيء تختار الصيغة الصحيحة للفاعل، ضمير الفاعل. مثلا قال the company تحط له it، قال صالح بتقول he، قال سلمى بتقول she، قال the boys بتقول they. يا عبد العزيز معلش، هاي التعليقات اللي ما لها داعي يعني منعونا منها. اذا جاي تتعلم حياك، اذا جاي تستهبل وتحط لقاءات هيك وعفوا تعليقات بايخة نحن متعذر منك. يلا مع السلامة. السؤال اللي بعده عم بيقول لك ثلاث سؤال رقم 23 فراغ water do you need، فراغ water do you need. هلا شريفة، هلا أهلين، ترى ما حد سوى لي نعناع يا شريفة. سؤال 23 عم بيقول لك water do you need، عم بيقول له just a little please، just a little please. طبعا الووتر معدود ولا غير معدود؟ الووتر معدود ولا غير معدود؟ ها المويه معدوده ولا غير معدوده؟ جاوبوا. غير معدود، ما ممتاز يا سماهر، يا نور ممتازه، فردوس، شوق، شوش اس اتش، هلا سمر، ندى، كله ما شاء الله كله ممتاز 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 ممتاز
ممتاز، كله غير معدود غير معدود، ونحن قلنا مع الغير معدود نستخدم how many صح؟ مع الغير معدود نستخدم how many صح؟ ممتاز ممتاز، مركزين ممتاز ما شاء الله عليكم. هاو ماتش صح، لا هذا شوق، يلا لا بقي على جنب فردوس، والله لا اذبحك. ايه الانسحاب طيب. هذا كمان اللي حط مع صح، لا خطأ، ما مع الغير معدود نستخدم هاو ماتش مو هاو ميني، هاو ميني للمعدود، هاو ميني للمعدود، هاو ماتش لغير المعدود. يلا ننتقل لآخر سؤال عشان نبدأ بالبنك. I need some silicon wafers and the فراغ is 5000. طبعا نحن منروح بنشوف الاختيارات الموجودة ونحاول نقارنها، يعني حتى لو كنت ما بتعرف الجملة الكلمة الصحيحة حاول تقرأ الكلمات، حاول تقرأ الكلمات الصحيحة. ما عم بيقول لك ديبوزيت، هو عم بيقول له بدي شرايح سيليكون، شو دخل كلمة إيداع بشرايح السيليكون؟ هذا واحد عشان كده استبعدنا. كواليتي كلمة جودة، شو دخل جودة؟ يعني ما في، ما أنا شايف عم بيقولوا it's good it's fine it's it's good quality، ما في شيء. إذا كواليتي خطأ اللي هي الجودة. في عندي كونتراكت عقد، عقد يعني خير شر جايب لك إياه هيك خربوطية. إذا كوانتيتي هو عم بيسأل عن الكمية، عم بيقول لك، عم بيقول له I need some silicon wafers، أنا أحتاج بعض رقائق السيليكون والكمية هي 5000. هيك بنكون خلصنا الأسئلة هي اللي نزلها الأستاذ السيف، في كتير طلبوا قالوا راجع راجع راجع، هي راجعناها. بنك الأسئلة، يا احمد وش السالفه عم نشرح انجليزي، شو وش السالفه؟ اسئله السيف بكره يا ام زاهر، ام زاهر طحان، اسئله السيف بكره ان شاء الله بنجيها، بكره الاحد بيكون قبل الاختبار يوم الاثنين. افتحوا بنك الاسئله وروحوا لي على صفحه كم، روحوا لي على صفحة 33. أهلين يا روعة الكتمان، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكي ربي، حياكي وبياكي، أهلا وسهلا، وحيي صمودك، وحيي صمودك، حياك. يلا الكل يروح على البنك على صفحة 33 عشان نبدأ. يلا صفحة 33 في بنك الأسئلة، صفحة 33 في بنك الأسئلة مكتوب عندك براس الصفحة موجز، مراجعة الموجز الأول للوحدات 1 2 3. البنك وين تلقي البنك؟ يمديني أجيب رابط، أنا أجيب لكم رابط ولا ما يمدي؟ توقع يمدي،
هذا الرابط حق بنك الأسئلة أرسلته لكم، فاضغطوا عليه وشوفوه. يلا يلا خلونا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا أرسلت لكم يا للرابط، أرسلته فوق. يلا بسم الله الرحمن. جاهزين؟ جاهزين؟ والله ما أعرف صفحة 13 ولا صفحة كم. في الرابط اللي أرسلت لكم يا موجود بنك الأسئلة، هذا صفحة 33. يلا يلا الساعة هلأ 10:17، نعطيكم دقيقة شوي. يلا نبدأ. يا روعة الكتمان. الأسئلة اللي قبل هذه اللي حقت الأستاذ السيف اللي نزلها في المنتدى موجودة في التفريغ حقي آخر صفحتين آخر شيء، بينما هذه اللي هنا موجودة معي هي صفحة 33. طيب صفحة 13 هو ترتيب صفحة ترتيبها 13، ولكن ترتيبها بجوا الملف 13 رقمها. ترتيبها 13 بالمراجعات، ولكن ترتيبها 33 في الملف كامل، لأنه الملف عبارة عن 40 صفحة. الملف عبارة عن 40 صفحة. ترتيب هذا 33 بالملف، ولكن ترتيبها 13 في قسم المراجعات. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. أول سؤال عم بيقول لك the person who work in the finance is، مين الشخص اللي بيشتغل بالقسم المالية؟ مين الشخص الذي يعمل في قسم المالية؟ هل هو الماركتينج ولا هل هو الباسنجر ولا هو الأكاونتنت؟ لا عبير الحين بدينا. تمام المحاسب. فاينانس تربطها مع الاكاونتنت مع المحاسب صح. السؤال اللي بعده عم بيقول لك the person who is designing، مين هو الشخص اللي بيصمم؟ هل هو اللكتشر ولا هل هو الماركتينج؟ مين هو الشخص اللي بيصمم؟ اللي هو الديزاينر. ايش تبي دي؟ جالسين نحفظ نسخ لصق. والله كل واحد له اسلوب الحفظ، فما بعرف انا كشلون بدك تحفظه. لا يا عبير مو اللي بيصمم، انت كتبتي المهندس. طيب اذا بالاختيارات ما في مهندس، منين جبت المهندس؟ ها اذا الاختيارات كلها ما فيها انجينير، شلون اخترتي مصمم؟ ايه المصمم تقصدين. السؤال اللي بعده رقم 3، وي ار فراغ سترينج بيبل باي هاند. طبعا هون هذا السؤال بعد كلمة باي اكتبوا لا عفوا لا 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 صح صح انا اسف، عم بيقول لك وي ار فراغ سترينجرز بيبل باي هاند شيك او شيكينج هاند نفس بعض. نحن مباشرة نربط كلمة shaking hands أو بو أو شيء أو مثلا الكيس اللي هو التبويس أو المصافحة
أو البول انحناء، هاي كلها أدوات أو أشياء تحية مباشرة. نربط greeting بالشيك هاند، shaking hands. السؤال اللي بعده، the فراغ responsible for manage the company، من هو الشخص المسؤول عن إدارة الشركة؟ هل هو الماركتينج؟ طبعا خطأ، ماركتينج. هل هو الميكينج ولا هل هو السيلز ريبريزنتيف؟ اوه هلا ريم، حياك، ارحبي. مانجر، المدير هو اللي بيربط هو اللي بيدير الشركة. السؤال اللي بعده، ماركتينج مانجر works in the فراغ department. طبعا مباشرة اول ما بتشوف ماركتينج اربطها بماركت، مباشرة اول ما بتشوف ماركتينج مانجر اربطها بماركتينج، ماركتينج ماركتينج مباشرة اربطها. فراغ demonstrate new product، من هو الشخص اللي من مهامه demonstrate new product؟ من هو الشخص اللي من مهامه demonstrate new product؟ هل هو الويب سايت مانجر ولا البيرسونال اسيستنت ولا السيلز ريبريزنتيف؟ طبعا هو السيلز ريبريزنتيف هو اللي مسؤول عن demonstrate new product و visits new customers و check customers orders. سؤال رقم 7، the sales فراغ work in sales department، مين اللي بيشتغل بقسم المبيعات؟ طبعا representative مربوطة مباشرة تربطها بكلمة sales. لا، الكلمات يا روعة، هاي موظفتك انت تحفظيها تفهميها، ولكن هاي المهن فقط هي اللي ممكن تنربط. السؤال اللي بعده، the production manager work in the فراغ production. طبعا هون الكلمة المطلوبة department اللي هي قسم، production marketing ولا production accountant ولا production department. طبعا production department هي الوحيد فقط الوحيدة الصحيحة، باقي الاختيارات خربوطية. السؤال اللي بعده، did you have a good drink ولا good car ولا good trip؟ طبعا اخترنا good trip لانه شو اسمه، من ضمن الكلمات اللي اخذناها اللي هي trip وflight، من ضمن الكلمات اللي حدد الاستاذ عبد الله السيف كمان، هي من ضمن الكلمات المهمة. طبعا اللي احنا قاعدين نراجعه هي كلها ياتا اشياء الاستاذ عبد الله السيف بحددها. انا جايب لكم امثله، جزا الله كل الجزاء، جزا الله خيرا كل الجزاء اللي ساعدتني بكتابته وساعدتني في تضبيط هاي الاسئله، هي اختكم نهاد الله يجزاها خير. السؤال رقم 12 عم بيقول لك this فراغ now is boarding. this فراغ trip معناها رحله، نون اللي عم تسال نون معنى تريب رحلة. السؤال اللي بعده، this فراغ now is boarding، مباشرة انت تربط كلمة boarding بفلايت، flight to boarding، flight to boarding. السؤال اللي بعده، bank of america فراغ bank service، مباشرة اول ما بشوف كلمة service على طول بروح بدور على كلمة provide. السؤال اللي بعده، unilever فراغ food product، full product، food products مباشرة بشوفه products على طول مباشرة بختار. يا جماعة الخير، يعني والله ما ينفع هذا، نحن عم نشرح ببنك الأسئلة في قسم المراجعات صفحة 13، افتح بنك الأسئلة، فتش لحد ما توصل قسم أو كلمة مراجعات. إذا شفت كلمة مراجعات امشي 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 لين صفحة 13 العمود الثاني على اليمين، سؤال رقم 14. خلاص يا أخي، كل شوي عم بيسأل وين. سؤال 14، Unilever food products، food products موجود كلمة products، ونحن قلنا أنه products مرتبطة بكلمتين makes or manufacture، makes or manufactures. excuse me where is the فراغ room، where is the فراغ room، هل هي consultant
ولا هل هي كونسومر ولا هل هي كونفرنس؟ طبعا هو عم بيسأل على روم. إذن الإجابة الصحيحة اللي هي كونفرنس، مؤتمر، غرفة المؤتمر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. البث عنا بشوي متأخر يا أحمد، فلا تشرح علينا، الله يجزاك خير، يوصل الكلام متأخر. السؤال اللي بعده رقم 16. The manager فراغ the companies. المانجر إيش بيسوي؟ make ولا manager ولا manage ولا provide؟ طبعا الصيغة الصحيحة للكلمة هي manage، يدير. اللي بعده STC Telecom Service. مباشرة شفت كلمة service، مباشرة بروح بدور على provide. السؤال اللي بعده makes، كلمة makes يعني إيش الكلمة اللي هي نفس كلمة makes؟ إيش هي الكلمة اللي نفس كلمة makes؟ هل هي provides ولا هل هي manufacturers ولا هل هي cakes؟ طبعا الكلمة المساوية أو الموازية أو المرادفة بالمعنى اللي هي كلمة manufacturers، هي manufacturers و makes إن similar، نفس بعض، the same. السؤال اللي بعده رقم 18 عم بيقول لك he works in human resources department so he develops training programs. This sentence is، هو المطلوب من هذا السؤال عم بيقول لك لازم تعرف مهام ال شو اسمه اللي هو ال شو كان اسمه هذا ال personal assistant. هل هي من مهامه؟ هل هذا الشيء صح؟ هل بيرسونال اسيستنت بيشتغل بالهيومن ريسورسز ومن مهامه بيطور برامج التدريب؟ هل هذا صح ولا خطا؟ صح. السؤال اللي بعده the student فراغ his time. هل والكلمات الموجوده معنا organize organizes ولا promote ولا بوكينج؟ هل هو بينظم ولا بيحجز؟ بروموت شو كانت؟ وبروموت ذم شو كان معنى بروموت؟ بروموتر شو كان اسمه؟ بروموتر متعهد، بروموت يتعهد، بروموتر متعهد. هل هي organize؟ هل هو يتعهد وقته ولا ينظم وقته ولا يحجز وقته؟ السؤال اللي بعده 20 the sales representative the product. هل هو catch بيمسك ولا بينظم ولا بيبيع المنتجات؟ طبعا بيبيع المنتجات. السؤال اللي بعده I am a personal assistant. I فراغ my boss's schedule. طبعا بدي اياكم كلكم تجيبوا القلم، تجيبوا القلم وتسووا شغله. تحذف الاس من organizes. سؤال 21 صفحة 14 احذف الاس من كلمة organizes. لانه I هي ضمير جمع. ما بتجي I و s. ما بيجي ضمير المتكلم I مع s. لازم يجي الفعل بالمصدر. والله يا شو اسمه بيتقفل الشات، ما اعرف اذا بيتقفل الشات ولا لا. طيب خلينا نسأله، نقفل الشات يا اخوان ولا نخليه مفتوح؟ قفل الشات ولا خليه مفتوح؟ خلاص خليه، الغالب بده يقول خليه، يعني ما ينفع اقفل الشات. طيب ننتقل للكلمة اللي بعدها. لا عفوا، خلينا نرجع للسؤال 21. احذف الاس من حرف من كلمة organizes. هي organize احذفوا لي الاس منها. سؤال 22
Who are you with? Who are you with? هاي من الكلمات التي لازم تعرف. I work for Apple ولا I work in Apple ولا I work at Apple. طبعا لازم تعرف طبعا الصيغة الصحيحة للجملة. I work for Apple. السؤال اللي بعده 23. Where is the فراغ? It's in Seoul. Where is طبعا شوفوا الاختيارات الموجودة. I manage the website. I work in the human resources. Where is the head office? طبعا فقط هي الوحيدة الصحيحة لأنه باقي الكلمات هي أجوبة خطأ للسؤال أو للفراغ. كلمة provide وحاطط لي telecom service و food product و banking service وحاطط لي A جواب يجمع A و C وجواب يجمع A و C. طبعا provide نحن بنعرف انه كلمة provide اللي هي تتعلق او تختص بالخدمات وليس المنتجات، فعشان كده اخترنا الاختيار اللي هو دي اللي هو A و C. السؤال اللي بعده manufacturers هل هي تختص بالتليكوم سيرفيس ولا الاوفيس الكترونيكس ولا الفود برودكت؟ طبعا نحن بنعرف انه المانيفاتشر تختص ب او ميكس تختص بالتصنيع المنتجات اللي هي الملموسة. طبعا زي اوفيس الكترونيكس اللي هي اوفيس الكترونيكس اللي هي الالكترونيات المكتبية، والفود برودكت كمان هي منتجات. اذا عشان كده اخترنا الاختيار دي اللي هو B و C. ننتقل للسؤال اللي بعده. عم بيقول لك نيوز اديتور اللي هي على كلمة انترناشونال. طبعا انترستد، طبعا هذا السؤال شوي يعني شوي في غموض. نيوز انترناشونال هو عالمي، فممكن نستبدل لكم اياه بسؤال اخر او نعطيكم سؤال تاني. The فراغ airport in Riyadh is too huge أو huge. The فراغ the King Khalid فراغ airport in Riyadh is so huge. وحاطط لك في الاختيارات international، وحاطط لك مثلا وحاطط لك شو كمان، عادت لك اختيارات خربوطية. يعني هو انترناشونال دولي او عالمي دولي. المغزى من الكلمة انك لانه انترستد اللي هو مهتم به، فهي خطأ يعني. سؤال 27. I am in the فراغ. I organize in-house training. طبعا هاي الجملة موجودة من ضمن المحادثات بأول وحدة اللي هو تبعت كل شخص كان عم بيعرف عن حاله. ف كل شخص كان عم بيعرف عن حاله، فمن ضمن مهام هذا الشخص بيقول لك I organize in-house training. انا بنظم اللي هو لحظة يا ريم خلص ان شاء الله بكتب لكم اياه هلا. صعب اكتب لكم السؤال هلا لانه بدي اكتب بالشات وانتم تجاوبوا، البث بطيء. ان شاء الله بالموقع بالجروب راح اكتب لكم اياه. من ضمن مهامه لهذا الشخص هو بينظم الدورات التدريبية الداخلية. ف وين بيشتغل هذا الشخص؟ بأي قسم؟ هل هو في قسم المالية؟ ولا هل هو بالكاستمر سيرفيس؟ ولا هل هو بالهيومن ريسورسز؟ طبعا الإجابة الصحيحة الهيومن ريسورسز هي من ضمن المهام اللي أرسلت لكم إياها بالجروب وثبتت لكم إياها بالقناة. السؤال اللي بعده. Which department do you work in؟ واحد عم بيسأل الثاني عم بيقول له اي قسم انت بتشتغل فيه؟ ام اقول له I work in فراغ department. لازم تختار هوني قسم شو اسمه يعني
تختار قسم ميكنج اللي هي ما قسم، تختار اللي هو مثل مثل شوبينج معناته التسويق، تختار كلمة كلمة معرفة مثل قسم الموارد البشرية Human Resources Department، مثلا Finance Department، Marketing Department، Sales Department، Shopping Department. طبعا بروفيت خطأ وميكينج خطأ، كلياتهم خطأ، فقط الاختيار الصحيح شوبينج لأنه هو الوحيد اللي بيجي مناسب للجملة. السؤال اللي بعده، I have an فراغ with the doctor، وعندي بالاختيارات hop in و decided، وعندي an appointment. سوري، هي shipping مو shopping، انا بقول shopping، لا هي shipping shipping. مشكورين اللي شو اسمه اللي نبهوني، shipping department اللي هو الشحن. الله يعطيكم العافية. السؤال اللي بعده، I have an فراغ with the doctor، hop in ولا decided ولا appointment. طبعا في مكتوب، يعني حتى لو كنت ما بتعرف الجملة ولا بتعرف الجواب، في موجود an، نحن ما نعرف انه an لازم الكلمة اللي تيجي اللي بعدها مبدوءة بحرف علة. هاي من الاشياء اللي ممكن تبسط لك الحل لو انت مرة فهيت وما عرفت. عم بيقول لك We write important things in the table، نحن بنكتب الأشياء المهمة على الحيط ولا على الطاولة ولا في المفكرة. طبعا نحن بنكتبها بالدايري في المفكرة. طبعا كمان سؤال 40 عم بيقول لك International News، كمان هاي إيديتور، هاي من ضمن الكلمات اللي حددنا الأستاذ اللي هو شو معنى إيديتور؟ محرر. طبعا important مهم و sales مبيعات، فما بتجي صحيحة. السؤال اللي بعده، where فراغ you from، شو بنختار؟ where do you from، where are you from، where does you from، where it from، where it you from. طبعا لانه في you، في you، you بيجي معها are. السؤال اللي بعده 42، the planes فراغ at 4:30 p.m. هذا سؤال عن المضارع البسيط. طبعا ما عندي دلالة زمن مضارع ولا عندي شيء، ولكن عندي الاختيارات. شو هو الاختيار الصحيح؟ هذا السؤال فيه شوي لبس، لأنه إذا ما عندي دلالة زمن مضارع وفي عندي وقت، فما بعرف أنا زمن الجمد الحالي متى. فممكن إذا قصدنا مضارع بسيط بتكون arrives لأنه طائرة مفرد، وإذا قصدناها بالمستقبل منحط will arrive. فممكن تجي الإجابتين صح، ممكن تجي بي وممكن تجي سي، ولكن نحن قاصدين هون على زمن المضارع البسيط. يعني ممكن لو تكتبوا ملاحظة فوق سؤال رقم 42، تحطوا ملاحظة وتكتبوا لو كان الزمن أو لو أتى دلالة زمنية للمستقبل منحط will arrive. لو كان المقصود مستقبل نختار سي، لو كان مقصود مضارع نختار بي. لا ما تجي arrive صح، لأنه ذا بلين طيارة واحدة، وهاز arrive بالماضي كمان ما تجي صح، لا بس بي وسي تجي صح، فقط بي وسي تجي صح. انتو حطوا ملاحظة فوق سؤال رقم 42، اكتبوا إذا كان المقصود مضارع نختار بي، إذا كان المقصود مستقبل نختار سي. سؤال 43، What time فراغ your friend's birthday party؟
ممكن يا أحمد ممكن نحط نضيف اس تطلع خطأ. نحن حطينا الخيارين، حطينا كذا وحطينا كذا، نفس الشيء ملاحظتك كويس الله يجزاك خير. ممكن نحط اس على ويل ارايفز تطلع خطأ، ولكن يعني نحن بما أنه هذا الموجود عندهم ندارك هذا الشيء، ندارك هذا الشيء. سؤال رقم 43 تجاوزوا أو اشطبوا، اشطبوا سؤال 43. سؤال 43 اشطبوا. سؤال 44 I will call you when I فراغ back. Welcome ولا come لحالة ولا comes ولا had come. طبعا لما بتجي will لازم يجي معاها فعل بالمصدر. لا عفوا I will call you، طبعا هون انا سوف اتصل بك عندما اكون عندما اعود. شو بنختار welcome ولا comes ولا come ولا هاتكم؟ طبعا الضمير في هون I، هون في زمنين بالجملة عم بيقولوا انا سوف، هو زمن حاضر بس بيقصد في مستقبل، يعني هو عم بيقول لك انا راح اتصل فيك لما برجع. فالاختيار الصحيح اللي هو when I come back. comes ما بتجي معاها لانه I لازم يجي بعد الفعل مجرد، وهاد come ماضي فما بصير ماضي ومستقبل بنفس الوقت. فالاجابة الصحيحة اللي هي C come. سؤال 45 we فراغ our grandparents next week. وعندي دلالة زمنية اللي هي next week، دلتني انه الجملة بالزمن المستقبل. بروح بشوف الاختيارات هل هي في اثبات ولا في نفي. طبعا visited سي خطأ لانه ماضي وفي دلالة مستقبل، visit خطأ لانه في دلالة مستقبل مو مضارع، would have visit اصلا خير شر خطأ ما معنى هذا الزمن. اذا فقط الصحيحة will visit. سؤال 46 what فراغ you do on Friday. طيب في عندي هون you، what do you do on Friday، what do you do on Friday. are خطأ لأنه لازم يكون في doing، is خطأ لأنه في you، does خطأ لأنه في you، do اللي هي بتجي مع you. ننتقل للسؤال 47 I am sure he فراغ after 5 minutes. طبعا عم بيقول لك after، after after دلالة زمنية للمستقبل، فمباشرة بروح بدور على جملة فيها will. A و B خطأ، بتم عندي C و D كله فيها will. طيب D ليش خطأ؟ لأنه عندي الفعل come، عندي الفعل came هو مو في المصدر، عندي الفعل came مو في المصدر فلذلك خطأ، لازم بعد will يجي الفعل بالمصدر. سؤال 50 will sorry he will eat فراغ apple. بشوف أبل هل هي كلمة جمع ولا مفرد، هل هي جمع ولا مفرد؟ مفرد. مبدوء معدودة ولا مو معدودة؟ معدودة. مبدوء بساكن ولا متحرك؟ مبدوء بمتحرك. إذا بختار آن. وين فراغ the movie start. طيب هون هي على قاعدة اللي هي مقعد، هي اللي هي WH question. ليش اخترنا does؟ لأن the movie هو عبارة عن مفرد وضميره it، فلذلك اخترنا does. سؤال 52 my next exam will be فراغ Sunday. طبعا Sunday يوم، نحن بنعرف انه نستخدم مع الأيام on. سؤال 53 my teacher is from Korea he is خلاص، هو ايش كوري ولا كوريز ولا كوريان؟ he is Korean، هاي الجنسية، الجنسيات، هو من كوريا يعني هو كوري، he is Korean.
طبعا ممكن هون يجوا اللي ما شفت كمباني بالسؤال، بس هون جنسية. سواء جنسية شخص أو جنسية شركة. السؤال اللي بعده: My friend is from China. He is Chinese. هاي اللي هو النسب للدولة. ليش قلنا دز على أي سؤال؟ هذا اللي رجعنا على دز. لأنه ذا موفي، لأنه ذا موفي أنا عم بسألك الحين متى سيبدأ الفيلم. When does the movie، when does the movie start، متى يبدأ الفيلم. ليش قلنا does ما قلنا do؟ ليش قلنا does ما قلنا do؟ لأنه the movie مفرد it، ونحن نستخدم مع ال it does. do تستخدم مع الجمع، are تستخدم مع المضارع بس بصيغة تانية، ما بيجي ار وستارت بيقول وين، فهي تستبعديها مباشرة. واز نفس الشيء، ما بيجي از وستارت، هذا زمن تاني اسمه المضارع المستمر وما هو معنى. فهي الاجابات للتمويه بس. نرجع لسؤالنا 55: وات فراغ يو دو، وات فراغ يو دو. وات دو يو دو، What does you do؟ you ما بيجي معها does. يا صالح، حنا قلنا انه on تستخدم مع الايام، on تستخدم مع الايام، عشان كده اخترنا on. ليش اخترنا do؟ what do you do؟ لانه do تستخدم مع you و we و they و I. does خطأ و is خطأ و are خطأ. سبب خطأ does لأنه ما بيجي does و you، و is و are ما بتجي معه لأنه في do، ما بيجي بفعلين بالجملة. السؤال اللي بعده 56: ريم فراغ to class yesterday because she was at the hospital. طبعا عندي yesterday دلالة ماضي، وعندي نفس الشي was دلالة ماضي. إذن هو طالب إما، وفي because، وفي because بالجملة. إذن because تنفي اللي قبله وزمن ماضي نحط didn't. السؤال اللي بعده 57: It was snowing last night. It إيش؟ في عندي دلالة ماضي was و last night، كلهم دلالتين على الماضي. إذن هو شو طالب؟ طالب فعل ماضي. ما عندي فعل ماضي بالتصريف الثاني صحيح إلا felt اللي هو من feel felt. طبعا الجملتين التانيات اللي عفوا الكلمتين التانيات اللي هي touched اللي هو يلمس و happened حدث ما بتجي صحيحة لأنه معنى الجملة بيصير خطأ. إلا هي خل خطأ فيها مو إنه الفعل بالتصريف الثاني، لا الفعل خطأ لأنه بتصير معنى لأنه بيصير معنى الجملة خاطئ. سؤال 59: وفراغ at the library for 3 hours yesterday. بما انه شفت يسترداي مباشرة بعرف انه في شيء، في شيء ماضي، في شيء ماضي. وطبعا باللايبراري الواحد شو بيعمل؟ بيتعلم، ستديت، بيدرس. ليرنت اللي هي من ليرن ليرند اللي هي هاي تصريفها خطأ، وريفيوت كمان هي معناها بتصير معنى الجملة خطأ. طبعا السؤال اللي بعده عم بيقول لك: what فراغ your favorite song. اشطبوا هذا السؤال. سؤال 60 اشطبوا، سؤال رقم 60 اشطبوا، سؤال رقم 60 اشطبوا، سؤال رقم 61: we فراغ our uncle
in tomorrow. Tomorrow طبعا اشطبوا لي كلمة in. سؤال 61 اشطبوا كلمة in. We for our uncle tomorrow. اشطبوا لي كلمة in. اشطبوا كلمة in. We for our uncle tomorrow. طبعا بما انه شفت tomorrow اذا في دلالة مستقبل، مباشرة بروح بدور على will زائد فعل بالمصدر اذا مثبت، او will not زائد فعل بالمصدر اذا منفي. طبعا visit غلط لانه جملة مو مضارع، ونفس الشيء visit اذا will. سؤال 62 in فراغ and sorry I فراغ an email to the company I'd like to work for. اشطبوا سؤال 62. سؤال 62 اشطبوا. يا بلقيس انا قلت اشطبوا السؤال. اشطبوا سؤال 60 و62. اشطبوا سؤال 60 و62. بعدين 63 ذا فراغ visits customers and demonstrate new product. مين هو اللي بيزور العملاء وبيقدم منتجات جديدة؟ طبعا هو السيلز ريبريزنتيف. طبعا ذا اي تي كونسلتنت، من مهام الاي تي كونسلتنت ايش؟ ديزاين ويب بيجز ولا بلان ماي بوسس سكادجول؟ طبعا لا، ديزاين ويب بيجز. سؤال 65 اي ام ا، طبعا راح اقفل الشات، راح اقفل الشات. سؤال 65 I am a فراغ I work in the marketing department. من هو الشخص اللي بيشتغل بالماركتينج ديبارتمنت؟ اللي هو الماركتينج مانجر. سؤال 66 The personal assistant، ايش بيشتغل البيرسونال assistant؟ هل هو open the mail ولا organize training courses ولا التنتين سوا؟ طبعا من مهام البيرسونال assistant اللي هي هدول التنتين. سؤال 67 I am and فراغ I work in the finance department. مين اللي بيشتغل بالفاينانس ديبارتمنت؟ اللي هو الاكاونتنت. سؤال 68 I am a فراغ I manage the company website. مين هو اللي بيدير شو اسمه موقع الشركة؟ اللي هو الويب سايت مانجر، لانه الكاستمر سيرفيس له مهنة تانية والهلب ديسك ادفايزر له مهنة تانية. الكاستمر سيرفيس هذا قسم، فما بيصير تقول عن حالك قسم، انت بدك تقول مهنتك. سؤال 69 A فراغ helps with customer service. طبعا مين هو اللي بيساعد بيشتغل عفوا helps with customers، خدمة العملاء، with customers problems. عدلوا لي كلمة سيرفيس بسؤال 69 وحطوها problems. عدلوا لي كلمة سيرفيس اللي بسؤال 69 وحطوها problems. A help desk advisor helps with customers problems. سؤال اللي بعده 70 A help desk advisor، يعني هذا السؤال عكس هداك، واحد بيسأل عن المهمة وبطالب الشخص، وهذا عم بيسأل عن الشخص وطالب المهمة. سؤال 71 Good morning come in I am إلهام. إلهام شو بتجاوبه؟ Nice to meet you ولا Blessed to meet you ولا التنتين سوا؟ Blessed to meet you و Nice to meet you كلهم بيجوا صح. Blessed to meet you و Nice to meet you كلهم بيجي صح. سؤال 72 I am from Egypt. I am from Egypt. شو ممكن يكون السؤال؟ Where are you from؟ ولا Who are you؟ ولا When do you go؟
هل هو الإجابة زمن ولا هل هو الإجابة شخص عم بيعرف عم بيقول أنا اسمي كذا، ولا هل هو عم بيجاوب عم بيقول أنا من الدولة الفلانية؟ طبعا where are you from، لأنه نحن قلنا where ترتبط مع الأماكن. سؤال 73 I live in Riyadh، كمان هذا عم بيسأل عن المكان. where are you from، من وين أنت، ولا when do you go، ولا متى ذهبت، ولا where are you live. طبعا بما انه في I live in Riyadh، طبعا السؤال الجواب السؤال المنطقي الصحيح where are you live. 74 I work for Apple، شو ممكن السؤال يكون عليها او صيغة السؤال اللي ممكن تحطه، what company do you work for، ولا where who are you with. طبعا التنتين صحيحات لانه الصيغتين نفس بعض، كلياته عم بيسألوا على شو اسمه، انه انت مع اي شركة بتشتغل او عند شقة او عند مين انت، مع مين انت. سؤال 75 I write my homework، السؤال طبعا ما موجود، موجود جواب، عم بتقول له انا عم سوي واجباتي، انا عم حل واجباتي، شو ممكن اسأله، what are you doing، ولا what did you do، ولا what do you do. طبعا بما انه ما في I am writing، فلذلك الاجابة ليش اخترنا ايه، لانه هو السؤال الصحيح، الصيغة الصحيحة للسؤال المتطابقة مع الجواب. عم بيسألوا عن المضارع البسيط، طبعا ليش ما اخترنا بي، لو نختار بي لازم يكون السؤال، لازم يكون الجواب I am writing my homework، لذلك ما اخترنا بي. 76 some of coffee، شو بتسأل اليوم، طبعا شرحت لكم اياها، تقول له could you like ولا would you like. طبعا لما بتشاور حدا او بدك تضيف حدا بتستخدم would. السؤال اللي بعده let me فراغ you this is Mr. Zainab، شو ممكن تقول، let me talk you خليني حكيك، ولا have a good، ولا introduce دعني اقدمك. طبعا introduce دي الصحيحة. السؤال اللي بعده 78 some of sweet، نفس الشيء would you like ولا could you like، بما انك عم تشاوره يعني عم تضيفه تختار would you like. السؤال اللي بعده 79 ask him to give me a call، هون عم تطلب طلب مو عم بتشاور، عم تطلب طلب وما عم بتضيفه، انت هون عم تطلب طلب، تستخدم could. could you ask him to give me a call please، ما بتصير تقول would you ask him، انت ما عم بتضيفه، انت عم تطلب منه طلب. لما بتطلب طلب بتقول could، لما بتضيف او بتشاور بتقول would. سؤال 80 at 7 o'clock، at 7 o'clock شو ممكن تكون الجملة الصحيحة عليها، nice to meet you at 7 o'clock، ولا could you give me your address at 7 o'clock، ولا I'd like to meet you at 7 o'clock. طبعا الجمل فقط الشيء الصحيح اللي هو I'd like to meet you 7 o'clock هو الجواب المنطقي الصحيح. خلوني افتح لكم الشات شوي، رجاء يا اخوان، رجاء يعني انا لما بقول لكم اشطبوا اشطب، انا بعرف ليش عم بقول لك اشطب السؤال، لا حد يسأل ليش نشطب وليش ما نشطب، خلاص قلت لك سوي كده سوي كده، انا يعني ما بدي اقول لك ابخص منك في هالشيء، لا ماني ابخص منك بهالشيء، ولكن انا عم بقول لك شيله، لانه هذا السؤال بيسبب لبس علينا وهذا الشيء ما احنا مطالبين فيه، فلذلك بقول لكم اشطبوه، يا السؤال بتكون صيغته خطا، يا السؤال بيكون مثلا خارج عن منهاجنا. لما بقول لك اشطب شيء اشطبه بس، لا تسال ليش، لا تسال عن اشياء انتم بدا لكم تسؤكم، لا حد يسال ليش. ترى فتحت الشات. السؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده 82 كينزا
شوكو طوكيو. طبعا هذا عنوان، هذا عنوان. فبيقول له could you give me your address ولا could you like meet you. طبعا هو الادرس المطلوب، المطلوب ادرس، لانه بالجواب في عنوان. عم بيقول له 19 كينزا شوكو طوكيو. السؤال اللي بعده، فبما انه هو اعطاني عنوان، اذا مباشرة بده يكون السؤال او بده يكون بديهيا بده يروح، الا بده يروح لبالك اذا سمعت واحد عم بيقول القصيم، بريدة مثلا، شارع الفلاني، الحي الفلاني، رقم المنزل الفلاني، مباشرة بتبادل لذهنك انه عنوان. السؤال اللي بعده، ان فيكس ماشين، مين هو اللي بيصلح المكاين؟ هل هو الانجينير ولا هو الاركيتكت ولا الديزاينر؟ طبعا هو الانجينير، هي من ضمن المهام، هذه من ضمن المهام. السؤال اللي بعده، I want from you to meet our فراغ manager. طبعا هي أول كلمة أو يمكن تاني كلمة موجودة معنا بالمنهاج، اللي هي executive، our executive manager. السؤال اللي بعده، usually businessman after meetings، شو ممكن الرجال الأعمال بعد المقابلات أو بعد أو بعد أو بعد شو اسمه الميتنج، اللي هي اللقاءات اللي بيعملوها او الاجتماعات اللي بيسووها، عادة ايش بيسووا، ايش بيسووا عادة رجال الاعمال؟ اديتور ولا اكزيكتيف ولا اكستشينج بزنس كاردز؟ لا، هن بيتبادلوا، بيتبادلوا هن شو اسمه، بيتبادلوا بطاقات الاعمال. سؤال 86، you need to فراغ your car before you travel. عم بيقول لك انت شو تحتاج قبل ما تسافر، انت تطور سيارتك ولا تتفقد سيارتك ولا تروح على سيارتك؟ طبعا لا، اللي هو تتفقد، تشيك. سؤال 87، can I فراغ you with your bag، can I organizes، طبعا organizes غلط، اللي هو ينظم، ولا plan يعني نفس الشيء، يرتب أو يخطط، تخطيط، ولا help ولا ساعدك، can I help you with your bag، هل أستطيع مساعدتك في حقيبتك. السؤال اللي بعده، فراغ design web pages، طبعا هاي صرنا عايدينه 100 مرة، عايدين وزايدين، عايدين وزايدين، اللي هو the website manager، هو اللي بيصمم ال web pages. السؤال اللي بعده، which one is correct، اي واحدة منهم صحيحة، please have a seat ولا please take a seat، اي جملة من هذول الجملتين صحيحات، صياغتهم صحيحة، please have a seat ولا please take a seat؟ طبعا التنتين صح، the both of the answers is correct. سؤال 91، today I'm له I am fine، طبعا عم بيقول له انا كويس. إذا 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 مثلا أنت، إذا واحد سمعت واحد عم بيجاوب يقول أنا كويس، شو ممكن يكون واحد سأله؟ أنت شو اسمك؟ ولا أنت وين بتشتغل؟ ولا أنت كيفك؟ ولا أنت من وين؟ طبعا السؤال المنطقي How are you؟ كيف حالك؟ السؤال اللي بعده، على قاعدة أمو إز وآر، شي إز أ دكتور، طبعا ليش قلنا إز؟ لأنه الضمير شي مفرد، فلذلك اخترنا إز. بعدين هي فراغ an engineer، he is an engineer، نفس الشيء، لأنه ما اخترت was لأنه ما في عندي دلالة ماضي، وما قلت are لأنه engineer مفرد. وفراغ students، وفراغ students. وفراغ students، نحن جمع، جمع نستخدم معها is ولا are؟
فنستخدم معها R. ما اخترنا where لأنه ما في دلالة مضارع ماضي. طبعا الأسئلة اللي زي كذا اللي عن was و where و am و is و are، إذا كان المطلوب was أو where، مباشرة راح تحصل في الجملة دلالة ماضي عشان تختار was أو where. السؤال اللي بعده، it فراغ hot yesterday. شفتوا هون كيف عم بيقول لك it مفرد و yesterday ماضي. نحن مستخدم مع المفرد بالماضي was ولا where؟ طبعا was. سؤال 96، I فراغ go to Jeddah because I have an exam next week. شو ممكن نجاوب؟ I will go to Jeddah because I have an exam next week، ولا wasn't، ولا I will not go to Jeddah because أنا طبعا المنطقية I will not go to Jeddah because I have an exam next week. طبعا حتى will ممكن تجي صح، ولكن في because تنفي الطرف الأول. السؤال اللي بعده، she فراغ visit her grandmother last week. طبعا في last week دلالة ماضي، دلالة زمن ماضي، last week يعني عم يتكلم عن الماضي، يعني هو محتاج اما نفي او جملة في التصريف الماضي. طبعا هون عندي في الاختيارات كلها نفي، فبختار النفي الصحيح مع زمن الجملة، doesn't و don't مع المضارع والجملة ماضي، اذا خطأ، فقط اختار. لا هي مو خطأ يا هو حاطط لك هو I will go to Jeddah because I have an exam next week. ممكن اقول I will go to Jeddah next week، انا راح اسافر على جدة الاسبوع الجاي لان عندي اختبار، ممكن تجي صحيحة، ممكن تجي صح. ممكن تجي صحيحة يعني أنا ممكن أساف، فلذلك يعني ما بدي لكم شطب السؤال، ممكن تجي هيك وممكن تجي هيك، ممكن تجي ويل ممكن تجي ويل نات، التنتين ممكن يجوا صحيحات. فنحن منضيف من عنا خيار زيادة ونحط A و B. سؤال 96 ضيف خيار زيادة ويكون الاختيار A و B هو الصحيح، التنتين ممكن يجوا صحيحات. سؤال 97، شي فراغ visit her grandmother last week. طبعا last week يعني الأسبوع الماضي، يعني الجملة في الزمن الماضي، وهو أصلا عاطيني الفعل جاهز في السؤال، يعني طالب صيغة النفي الصحيحة، تحط did not، ولذلك حط did not، تختار B did not. سؤال 98، day فراغ play tennis every day. every day دلالة من دلالات زمن المضارع البسيط، و they يعني جمع، لازم تروح تختار صيغة النفي الصحيحة، doesn't. طيب doesn't ما بتجي مع they، will not لازم يكون في دلالة مستقبل، didn't لازم يكون في دلالة. سؤال 97، ليه did not؟ يا مخ يا أمي يا هلا، ما مكتوب last week دلالة ايش؟ مو دلالة ماضي؟ طيب هو حاطط لي في الجملة، حاطط لي visit، عاطيني الفعل جاهز، عاطيني الفعل جاهز، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ عاطيني الفعل جاهز visit، إذن هو طالب النفي الصحيح، طريقة النفي الصحيح. سؤال 97، في مكتوب last week موجود، last week يعني ماضي،
وعطيني فيزت، عطيني الفعل جاهز، طالب صيغة النفي الصحيحة فقط، ونفس السؤال 98 عطيني دلالة مضارع بسيط، وعطيني الفعل جاهز، وعطيني ذي، عطيني الفاعل جمع. لازم تختار طريقة النفي الصحيحة. سؤال 99 I فراغ go with my friend tomorrow. tomorrow دلالة مستقبل. ايش نستخدم مع المستقبل؟ will. I will go أو I will not go. الإجابة الصحيحة I will go. السؤال اللي بعده she فراغ read the book every night. بما أنه في every night إذا دلالة مضارع بسيط. بما أنه في دلالة مضارع بسيط وموجود شي مباشرة بروح بشوف، وعاطيني الفعل جاهز read، إذا طالب طريقة نفي صحيحة. do not ولا did not ولا doesn't، طبعا doesn't هي الصحيحة. السؤال اللي بعده my house is فراغ the hospital. across from ولا between ولا down، طبعا between تحتاج مكانين وداون لازم يكون في down the street next، لازم يكون فيك down the hall from هيك. صح عليك يا بلقيس. السؤال اللي بعده the bin is فراغ from the book. طبعا موجود في السؤال from، نحن بنعرف انه اذا اجت from نختار across. السؤال اللي بعده the phone is فراغ to the pencil. بما انه في to على طول نختار next to. السؤال اللي بعده فاطمة age، عمر فاطمة is فراغ إلهام and زينب. عم نختار between لأنه في شخصين أو في شيئين. يا أم فارس اللي حط هذه الأسئلة طلاب، نحن اجتهاد طلاب. امتقل للموجز الثاني تويوتا فراغ كارز، وموجود عندي كارز وموجود عندي في الاختيارات provides ولا product ولا manufacture. طبعا manufacture هي الصحيحة. السؤال اللي بعده we find new bands and we فراغ them. sell ولا print ولا promote. طبعا sell نحن منبيعهم ولا نحن منطبعهم ولا نحن منتعهدهم. طبعا promote. I am here for meeting in the فراغ room. I am here for the meeting. بعدين is the فراغ room along here living room ولا training room. طبعا الميتينج ما بيكون بغرفة المعيشة، بيكون بغرفة التدريب training room. I watch the band product ولا personal ولا perform. انا بشوف منتجات الفرق ولا بشوف بيرسونال شخصي، طبعا اي خطأ ما بتجي، ولا انا بشوف اداء الفرق. يا بلقيس حقات الاستاذ خلصناها، حقات الاستاذ 24 سؤال اللي نزلها في المنتدى خلصناها. السؤال اللي بعده the police clothes are ملابس الشرطة، هل هي موحدة ولا مختلفة؟ طبعا هي سؤال على كلمة uniform اللي هي موحدة. السؤال اللي بعده the sales representative demonstrate new telecom service ولا provide ولا products. هاي مرت علينا كتير products، بيطور منتجات، يعرض منتجات جديدة. السؤال اللي بعده we فراغ the product to customer as soon as possible. we want نحن نريد ولا نحن نرسل؟ طبعا نحن نرسل. I usually have a lot of messages from booking. طبعا هاي كليات الكلمات موجودة في المحادثات agencies ولا brand ولا company. طبعا agencies وكالات الحجز. I spend meeting فراغ sometimes two or three meetings day.
طبعا I spent meetings. شو هو عم بيقول لك؟ meeting client. meeting client عملاء. طبعا acts خطأ، اللي هي ما بتصير تجي acts. acts لازم تكون actors بتكون صح، ولكن acts خطأ هون. it's one of the world most فراغ sport drinks. popular ولا flavor؟ نكهات ولا شعبي او منتج؟ شو popular؟ ايه شعبي. اللي بعده he goes to work فراغ 9 o'clock. طبعا هي على كلمة around، ونفس الشيء موجودة في المحادثات around 9 o'clock. السؤال اللي بعده I will send the product through عبر ولا later لاحقا؟ طبعا الإجابة المنطقية الوحيدة later. ممكن سؤال تاني I am busy now I will see you later. I am busy now I will see you later. بعدين السؤال اللي بعده I am فراغ in the morning so I cannot go with you. عم بتقول له أنا فاضي الصبح مشان هيك، لذلك أنا لا أستطيع مقابلتك، ولا أنا مشغول الصباح عشان لا عشان كذا لا أستطيع مقابلتك. طبعا أنا مشغول I am busy. السؤال اللي بعده Google is an example for search engine ولا e-commerce؟ تجارة إلكترونية ولا محرك بحث؟ طبعا محرك بحث. I need to talk someone about فراغ for our business. طبعا هاي e-commerce الإجابة الوحيدة الصحيحة، لأنه search engine اللي هي محرك بحث خطأ. السؤال اللي بعده How about Saturday? Okay, I am in the morning. بما انك انت قلت له اوكي ما قلت له سوري، فبتحط له I am free. اما اذا قال لك سوري بتقول له بتختار busy. السؤال اللي بعده فراغ كيت ويلسون فراغ How can I help you? Hello. My name is John. طبعا شو بتختار؟ طبعا هاي اخذناها في المحادثة اللي لما تكون عم تتحدث مع طرف ثاني على التليفون. انا اتصلت مثلا على مكتب دعاية واعلان، الشخص الثاني اللي بيرد علي مباشرة بيرد بيقول هلا انا فلان، او فلان يتحدث. مثل مثلا لما بتتصل على STC وبيقول لك مثلا محمد صالح يتكلم، كيف ممكن أخدمك؟ هيك بتجي معناتها. كيت ويلسون speaking. How can I help you? Hello. My name is John. وبعدين بتطلب طلبك. طبعا reading و writing خطأ لأنه ما بتجي. السؤال اللي بعده I arrived at the office. طبعا early هي الصحيحة. earlier اللي هي صيغة مفاضلة أو مقارنة. صيغة مقارنة، لا مفاضلة اللي هي تفضيل أعلى وأعلى وأعلى. مقارنة. السؤال اللي بعده I'd like to talk someone about your فراغ designing package. طبعا بما أنه شفت designing package تصميم، شو ممكن اختار؟ سيرش انجن ولا ويب سايت؟ منطقية يعني. شو ممكن اختار؟ طبعا about your website designing pages. السؤال اللي بعده Can I just take a
فراغ مستر أحمد. yes it's 08 وعطاني رقم. الحين منخلص يا أسماء، باقي يمكن 10 دقائق ومنخلص، باقي يمكن 10 أسئلة ومنخلص. شو ممكن اختار بما أنه شفت رقم تليفون أو عموما رقم تواصل؟ هل هو وما شفت عنوان وحاطط لي بالخيارات أدرس وكونتاكت نمبر، أنا ماني شايف بالجملة عنوان عشان اختار أدرس، لذلك الاختيار الصحيح اللي هو الكونتاكت نمبر. السؤال اللي بعده، could you فراغ in them by September 25th. طبعا deliver هي كلمة صحيحة، هي على التوصيل. quantity خطأ، ولا لو حط quality خطأ، هو عم بيطلب انه يوصل له ياهن في الوقت الفلاني. هذا السؤال اللي بعده، what is the فراغ. عم قال له it's 4.6%. طبعا هون ما عم بيسأل على رقم، هو عم بيسأل على نسبة اللي هي تبعيت interest rate. interest rate. السؤال اللي بعده، what فراغ do you need. عم قال له about 2000 pieces. what like ولا what quantity. طبعا هو عم بيسأله بما انه جاوب وعطاه كمية قطع، اذا هي quantity. طبعا انا ما اتوقع يجيب لكم هيك سؤال على الاشارات، بس حطيناه لباب الفائدة اللي هو الاندرسكور. هذه وش معناها يعني الشرطة لتحت، lower case ولا اندرسكور، حرف small letter حرف صغير ولا اندرسكور. طبعا اندرسكور هي الصحيحة. طبعا بالسؤال اللي بعده، www.amazon.com this is an email ولا a website address. طبعا a website address. email لازم يكون في at. I'd like to فراغ some silicon wafers. details ولا order. لا، I'd like to order. we فراغ the goods. ايش هذا؟ طبعا هو عم بيقول هون نحن بنصدر بضائع جيدة للخارج. we فراغ the goods abroad. abroad يعني خلال الخارج. فنحن بنصدر البضائع للخارج. the goods للخارج. goods بضائع. warehouse اللي هو المستودع. طبعا ما بتجي we مستودع، يعني خطأ warehouse، فقط to export لو يصدر. فراغ the goods in the website designer ولا warehouse. طبعا البضائع بتكون موجودة وين؟ بالمستودع. السؤال اللي بعده، فراغ works in the distribution department. مين هو اللي بيشتغل بال distribution department؟ طبعا اللي هو distribution manager. sales representative ولا distribution manager. اللي هو distribution manager، يعني الكلمتين مربوطات ببعض، distribution department distribution manager. السؤال اللي بعده، what was the for the whole region. طبعا كمان هاي من الكلمات اللي موجودة في المحادثة، آخر المحادثات اللي هي تبعت اللي كان عم يتكلم تقريبا في اللقاء 11. اللي هو معدل الزيادة، عم بيسأل what's the percent for the whole region ولا ما هو معدل الزيادة for the whole region. طبعا what's the average increase for the whole region، معدل الزيادة للمنطقة كلها. طبعا هاي علامة البيرسنت شو معناها؟ بيرسنت. Could I speak to someone about your فراغ accountant increase rate ولا sorry interest rate ولا saving accountant. كمان هاي موجودة بالدروس في المحادثات في الدروس الأخيرة اللي هي saving account، حساب توفير.
السؤال اللي بعده you need to make a deposit of $10. طبعا checking account هي خطأ، checking account هي خطأ. فترجمت الجملة بيقول لك أنت تحتاج لعمل minimum deposit اللي هو حد أدنى من الإيداع for $10. السؤال اللي بعده the minimum فراغ for online saving accounts is about $1,000. طبعا deposit ولا maximum؟ هي طبعا عدلوها للكلمة اللي هي maximum مو maximum، maximum maximum حطوا اي محل الفراغ. طبعا الاختيار A اللي هو انت تحتاج لعمل ايداع minimum deposit حد ادنى من الايداع. السؤال اللي بعده هو عم بيسألك هل اللي قدامك هذا هو ايميل ولا موقع الكتروني؟ طبعا هذا ايميل. السؤال اللي بعده how many فراغ in the region؟ عم بيسأل على ديبوزيت اللي هو ايداع ولا عملاء انترنت؟ طبعا انترنت يوزرز. وفراغ what فراغ do we need for work؟ عم بيسألوا نحن شو نحتاج للعمل، اي آلة نحتاج للعمل، ويب سايت ديزاينر ولا تولز؟ طبعا تولز. طبعا الاختيارات يعني ما لها دخل ببعض، فمباشرة باين الجواب الصحيح. السؤال اللي بعده كمان هي مرينا عليها كتير I organize in-house training. طبعا تيليكوم خطأ training. السؤال اللي بعده don't worry about this problem now فراغ and take a deep breath. طبعا don't worry ما بصير يقول worry now worry اللي هي relax الآن استرخي أو استريح. وبعدين وخذ نفس عميق. السؤال اللي بعده او قبل الاخير your number is 638 مثلا. انا اعطاني واحد رقمه قمت عدت له الرقم نفس الشيء بطريقة صحيحة قام قال لي يكس قال لي يس exactly نعم بالتأكيد. السؤال اللي بعده اقول لك please sign the contact بفضلا وقع العقد ولا وقع الكونتاكت اللي هو تواصل؟ طبعا كونتراكت. هيك بنكون خلصنا المراجعات والكلمات اللي حددها لنا الاستاذ عبد الله السيف. يعني هاي كلمات يعني هاي مثل ما شفتوا كلها اسئله على الكلمات، على الكلمات اللي حددها الاستاذ عبد الله السيف. اتمنى نكون فادتكم وكون وفقنا الى توضيح او توضيح جزء بسيط من ال من ال يعني من الم من المقرر. في معانا نص ساعة، اللي عنده أسئلة يتفضل يسأل. آخر سؤال عم بيقول please sign the contract ولا contact؟ طبعا contact هي جهة تواصل، contact number رقم تواصل، contract عقد. لازم تفرقوا بين الكلمتين contract و contact. في حد عنده سؤال ولا نطلع؟ ودكم تقوموا بدري لانه قد وشتكم ولساعة مقرقر فوق راسكم.
بلقيس والله العظيم ويمكن اليوم أرسلت أنا لحالي 50 مرة. أنت معانا في الجروب صح يا بلقيس؟ معانا بالجروب، أنا يمكن قد مر عليك اسمي، علي اسمك. أي نعم يا حنان مسجلة. بلقيس أنت معانا، أنا متأكد معانا في الجروب، حتى جنب 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 النك حقك في وردة زهرية. أنت معانا في الجروب، لو بس أنت شوية متابعة معانا. أنا لحالي اليوم يمكن بعدت أكثر من 50 مرة للكلمات اللي حددها الأستاذ معانا. فيعني بس شو الواحد بده يحكي؟ خلص اللي عنده أسئلة يروح يتوجه للجروب في التليجرام. هذا والله أعلم ورد العلم إليه أسلم. الله يوفقكم. تخلي بعد شوي بلقيس وإن شاء الله أنا بعطيك إياه. تخلي على جروب حق الإنجليزي أو الجروب حق الإدارة. إيش الفرق بين 98 وسؤال 100؟ طيب يا شوق انت معانا؟ في ناس فاهمين التعصيب غلط، خلاص لا تعصب ما شفتها. طيب اطلبي الطلب في جروب التليجرام، ما تطلبي هنا، هنا ما حد راح يقدر يفيدك، كله راح يقول لك نفس الكلام. فاهمين التعصيب غلط، ايش عصب ما عصب، لا تعصب لا تعصب وتكونوا ملزخين. سلامات، شايل عليكم عصا عم تتعصب. شوق انت معانا في الجروب؟ اذا معانا في الجروب ممكن بس تصوري لي السؤالين انا بشرح لك اياهم في الجروب، ولا اقول لك خليكي 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 انا بشرح لك اياها هنا. ابشري. سؤال 98 سؤال 100. سؤال 98 سؤال 100. سؤال 98 عم بيقول لك ذي فراغ بلاي تنس افري داي. ذي فراغ بلاي تنس افري داي، انا شفت افري داي بالجمله. افري داي هي احد دلالات زمن المضارع البسيط، واصلا وفي عندي ذي، واصلا خير شر خير شر هو عاطيني الفعل بلاي موجود في السؤال. اذا مباشره انا بختار صيغه نفي صحيحه للمضارع البسيط وتكون مناسبه للفاعل. مكتوب ذي فراغ بلاي تنس افري داي بالمضارع البسيط. لازم تعرف الشغلة انه بالمضارع البسيط بيميز بين الفاعل اذا كان مفرد او الفاعل اذا كان جمع. في هاي النقطة لازم تنتبه عليها، اذا كان الفاعل مفرد بتجي الفعل مضاف له اس بحالة الاثبات، او اذا بحالة النفي بيكون الفعل مضاف له does not اداة النفي والفعل بالمصدر. بينما اذا كان الفاعل جمع، بينما اذا كان الفاعل جمع اذا في حالة الاثبات منضيف للفعل، ما منضيف للفعل شيء، وفي حالة النفي منضيف دونوت زائد الفعل بنزل بالمصدر. هنا أعطاني الفعل بالمصدر وحدد لي الفاعل وأعطاني زمني، حدد لي الفعل إنه جمع، أعطاني دلالة زمنية في الجملة على أنها مضارع بسيط. doesn't إلنا بتاخد الفاعل إذا كان مفرد، وwill تجي مع المستقبل، وdid تجي مع الماضي. إذا الصحيحة فقط هي دونوت. هذا سؤال 98. سؤال 100 عم بيقول لك شي فراغ افري نايت. شي فراغ ريد ذا بوك افري نايت. افري نايت من الدلالات الزمنيه حقت المضارع البسيط، واصلا اعطاني ريد، اعطاني الفعل خير شر موجود وجاهز. وقال شي، قلت لك انا بالمضارع البسيط بميز بين الفاعل اذا كان مفرد ولا كان جمع. إذا كان جمع إلنا بنختار دو بالنفي، إذا كان مفرد نختار دازنت. هون اخترنا دازنت لأنه الفاعل مفرد. عسى وضحت. بس يا شو كان اسمك يا شوق؟ يا شوق وضحت؟ وضحت يا شوق؟ ما بعرف يمكن البث متأخر عندك، يمكن انت طلعتي سألتي السؤال وطلعتي، ولكن
هذا يعني حبيت أوضح لك الجواب على سؤالك. يلا موفقين إن شاء الله. موعدنا بكرة بإذن الله على بنك الأسئلة بما يخص السابق، راح نحل بعد، ما راح نطول زي اليوم وأمس وقبل أمس. أسئلة متكررة راح تعرفوا كيف طريقة الأسئلة على الاختيارات، وكيف نستبعد الاختيارات، كيف الاستحقاق الأسئلة بس يعني. يلا موفقين إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.